لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ولاية أريانا ياسر دبابش مراسل الغد. يعني ياسر، كيف هي ردود الفعل في الشارع التونسي تجاه المناظرات التلفزيونية وتحديدا مرشحي الرئاسة؟ ماذا يتهامسون؟ ماذا يقولون؟ لما سيصوتون؟ في الواقع وائل بأن 7 مرشحين هم من حضروا المناظرة الثالثة والأخيرة، وهم بالأساس 8 وفق القرعة، لكن الحضور 7 بغياب سليم الرياحي المقيم خارج البلاد. بالنسبة لردود الفعل بدت متباينة ما بين المراقبين والمختصين في مجال الاتصال والإعلام من جهة، وما بين التونسيين في الشارع من جهة أخرى. هناك من يعني تحدث عن وانتقد أسلوب الخطابة في المناظرة التلفزيونية، هذا أدى بدوره أيضا إلى تشتت الأفكار لدى عدد كبير من المترشحين خلال المناظرات الثلاث. نحن نتحدث مثلا عن المناظرة الأخيرة، في 20 دقيقة الأولى من المناظرة يعني طلب مرشحين اثنين إعادة السؤال من المقدم. طبعا هناك كان أيضا جدل ما بين مقدم المناظرة وأحد المرشحين في المناظرة. نعم، هناك أيضا وفق المتابعين الانتقادات وجهت حول نوعية الأسئلة، وكذلك يعني من قال بأن الأسئلة كانت طويلة وهي من أدت إلى تشتت الأفكار لدى المترشحين حين الإجابة عليها، وهناك من خرج عن النص وعن السياق في الإجابة على السؤال الموجه له، وعدة انتقادات أيضا يعني. نعم، إذن كانت هذه الصورة مع ياسر دبابش من ولاية أريانا. دعونا نذهب إلى نجلاء بوخريس مراسلة الغد أيضا من شارع الحبيب بورقيبة. يعني نجلاء، كيف تبدو ردود الفعل التونسية بعد انتهاء المناظرات الرئاسية والتي بثت عبر وسائل الإعلام؟ ماذا يقول الشارع التونسي؟ هل كانت المناظرة وفق توقعاتهم؟ هل كانت البرامج الانتخابية للمرشحين ضمن طموحاتهم وتطلعاتهم؟ في البداية وائل، بحسب الأرقام التي يقدمها التلفزيون الرسمي التونسي، هذه المناظرات وخاصة في جزئها الأخير مساء أمس حققت نسبة مشاهدة قياسية تجاوزت 4 ملايين تونسي تابعوا هذه المناظرة التلفزيونية بين المترشحين في هذا السباق الانتخابي المبكر. ردود الفعل منذ بداية هذه المناظرات، وكانت ردود الفعل بشكل متتالي خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي بين المنتقد والذي يعتبر أن بعض المترشحين تمكنوا لغويا وفكريا من إيصال الفكرة والبرامج وإقناع الناخبين بهذه الأفكار وهذه الوعود وهذه البرامج حول مختلف المحاور والأسئلة التي تم توجيهها إليهم من قبل يعني هذه المسؤولين على هذه المناظرة. لكن جزء كبير من الشارع التونسي أحبطت أمالهم، وهؤلاء المترشحين خيبوا ظنونهم خاصة فيما يتعلق حول عدم قدرتهم على تقديم إجابة دقيقة حول بعض الأسئلة. شاهدنا يعني المذيع يقدم مجموعة من الأسئلة والمحاور الدقيقة، لكن الإجابات تكون يعني بشكل عام ولا علاقة لها بالسؤال أيضا، وهو ما أثار انتقادات الشارع التونسي الذين يعتبرون أن بعض الأسماء فعلا لن يكون لها أي حظوظ في التصويت في الانتخابات يوم 15 سبتمبر في هذا الأسبوع. بدأ العد التنازلي، بعد قليل وائل سيكون هناك مؤتمر صحفي تقدمه هيئة الاتصال السمعي والبصري هنا في قلب العاصمة التونسية حول المخالفات التي قامت بها وسائل الأعلام المحلية في هذه الحملة الانتخابية، بين من مرر حوارات عن طريق الإشهار السياسي المدفوع، وكذلك تقارير تلفزيونية تمجد الحملات الانتخابية وتمجد ربما بعض الأسماء، وهو ما يخالف قانون الانتخابات في المشهد التونسي. إذن كانت هذه الصورة مع نجلاء بوخريس من شارع الحبيب بورقيبة من تونس. شكرا جزيلا لك نجلاء، والشكر موصول أيضا لياسر دبابش مراسل غد كان معنا من ولاية أريانا.